بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقام في بعض المناطق في بعض الأحيان موسم لسلع قد تكون ليست في موجودة في كل المناطق، وتكون هذه السلع مخفضة، فيذهب شخص مثلا إلى هذا المعرض وهو لا يعلم عنه أي شيء، ثم يعني يقول إذا رغبت في سلعة يعني وجدتها رخيصة اشتريتها، ثم اشترى سلعة من محل من هذه المحلات وأعطاه صاحب المحل كرت يوجد فيه رقم يسحب في آخر مثلا أيام المعرض على جائزة من الجوائز، ما حكم هذه الجائزة؟ ما فهمت. يعني ناس يعرضون سلعة، نعم، في معرض بقيمة أرخص، تكون قيمة مخفضة، نعم، أجهزة مثلا أرخص، أي نعم، ثم يقولون يذهب شخص مثلا يشتري، يذهب لهذا المعرض بقصد التفرج، ويعني اذا وربما يشتري، نعم، ربما يعني مثلا يجد سلعه مخفضه فيشتريها، طيب، يعطيه صاحب المحل كرت، صاحب المعرض او المحل يعطيه كرت في رقم سحب في اخر ايام المعرض مثلا على جائزه معينه. وش معنى السحب؟ يعني يجمعون الارقام هذه الكروت كلها، اي نعم، ثم يسحبون يعني رقمين او ثلاثه، يفوز صاحب الرقم هذا بسيارة أو جهاز أو. لكن هل السلع هذه تباع بأغلى من السوق ولا بمثل السوق أو أنزل السوق؟ لا، قد تكون أرخص. إيه، لا أرى فيها بأس، لأن هذا المشتري الآن إما سالم وإما غانم، ما هو ضار أن يتجه السلع، قصدي ما لا يضره أن يحرم من الجائزة وإن تابع إن حصلت له الجائزة، فلا بأس بها. ما الجائزة حلال، لأنه ما خسر عليها شيء. هل خسر شيئا؟ لا أبدا، اشترى السلعة بثمنها أو أقل. طيب، وإذا كان يعلم صاحب المحل هذا إذا اشتريت منه سلعة أعطاك الرقم هذا، ما في مشكلة. الكلام على أن صاحب المحل لم يرفع السعر، وأنك أنت أيها المشتري اشتريت لغرض السلعة لا لأجل المسابقة. إيه، بس هو يعلم إذا، طيب إذا علم أنه مثلا يبي، يعني أفرض مثلا أنه قالوا من اشترى هذا القلم ب5 ريالات وهو قيمة 5 ريالات، ثم يدخل في مسابقة الجائزة. الآن إن حصلت له الجائزة فهو رابح، وإن لم تحصل سالم، ما خسر شيء، فلا بأس. نعم.